آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مرورا بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي. أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة في شمالي الجزيرة العربية بين المدينة المنورة وتبوك، منطقة تسمى اليوم العلا، واشتهرت تاريخيا باسم الحجر. وإلى جانب مدينة العلا الحالية منطقة أثرية مشهورة تعرف الآن بمدائن صالح. يا إلهي وسيدي ودليلي، الله في هذه المنطقة عاشت قبل نحو 5000 سنة قبيلة عربية كانت جزءا مما يسمى الآن بالعرب البائدة، وهي قبيلة ثمود. هذه القبيلة بلغت درجة عالية من التقدم في عصرها، وورثت حضارة أسلافها من قوم عاد. قوم صالح وهم ثمود، وصالح أيضا في الحجر، ولذلك ربنا كذب أصحاب الحجر المرسلين. يبقى الحجر اللي هو مدائن صالح اللي هي في طريق تبوك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر بها وذكر المسلمين وهو يغزو في تبوك، قال ها هنا مدائن صالح وها هنا كذا، وعقروا الناقة واتقوا الله أيها الناس. الله الله أنت حسبي وأنت. وإذا كان هناك خلاف بشأن المنطقة التي استوطنتها عاد، هل هي منطقة الأحقاف في جنوبي الجزيرة العربية أم هي هذه المنطقة؟ إلا أن أي من المؤرخين لا يشكك في أن منطقة مدائن صالح هي التي استوطنتها قبيلة ثمود، ولكنهم يختلفون في التسمية، هل تعود إلى نبي الله صالح أم إلى شخص آخر اشتهر بالاسم نفسه. الله الله أنت حسبي. الحقيقة أن اسمه الحقيقي هو الحجر، والحجر هو الاسم الذي جاء في القرآن الكريم، والحجر هو الاسم الذي جاء في الكتب الكلاسيكية، وأقصد بالكتب الكلاسيكية هي كتب اليونان والرومان، عندما كتبوا عن هذه المنطقة سموها بالحجر. وأيضا
صالح هذا ليس هو صالح النبي، وإنما هو أحد ولاة الخلافة العباسية جاء إلى هذه المنطقة وكان له نفوذ قوي، فسميت المنطقة باسمه أدائم صالح. ومهما يكن الخلاف بشأن التسمية، فإن قوم ثمود سكنوا هذه الديار بعد الكارثة التي حلت بديار عاد قوم هود. الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأن له القوة المطلقة، وأخبر عن ثمود لما اغتروا بقوتهم فقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هم كانوا يغترون بقوتهم ويقول نحن كذا ونحن كذا، فالله سبحانه وتعالى أخبرهم وبسؤال منطقي: طيب من الذي خلق هذه القوة ومن الذي أوجدها القوة التي تتباهون بها؟ فالذي خلقها أقوى منها قطعا، وهو قادر قطعا على أن يبيدها وأن يزيلها متى ما شاء سبحانه وتعالى. ولعل الله سبحانه وتعالى إنما أبقى ما أبقى من آثار القوم ليعلم مقدار القوة التي كانوا عليها ومقدار العظمة التي وصلوها ومقدار الحضارة التي انتهوا إليها، ومع ذلك فقد انتهت وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين لم يبق منهم أحد برغم ما كانوا عليه. ولا توجد لدى المؤرخين معلومات موثقة عن أقوام سبقوا الثموديين في سكن هذه المنطقة، لكنهم ومن خلال الشواهد التاريخية عرفوا الحضارات التي تعاقبت عليها. أنا من أكون إذا أضعت ضيائي؟ الله. في ظلمة الكون الفسيح النائي؟ الله. سورة كاملة في القرآن الكريم سورة الحجر، وكان الثموديين طبعا الله عز وجل أعطاهم من القوة ما لم يعطي من طبعا الأقوام اللي قبل الثموديين، أعطاهم قوة واستطاعوا ينحتوا هذه الواجهات وعمروا فيها حضارة، وامتدت الثموديين نشاطهم وسيطرتهم على طريق التجارة إلى آخره، إلى أن أهلكوا كما أخبرنا القرآن الكريم بالصيحة. ومع اتفاق المؤرخين على أن منطقة الحجر كانت مقرا لقوم ثمود، إلا أنهم يقولون إنما تم اكتشافه من الآثار الحالية الموجودة في مدائن صالح لا يعود إلى قوم نبي الله صالح، بل إلى أمم أخرى استوطنت هذه المنطقة بعدهم. الحجر هي المكان المحجور، وأقرب ما يكون له هو ما يعرف في الوقت الحاضر بمدائن صالح، لكننا في الوقت الحاضر ما نجده من آثار لا يرتبط بقوم ثمود كما جاء في القرآن الكريم، إنما يرتبط بالحضارة النبطية. الحضارة النبطية هي حضارة عربية قديمة من حوالي القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي. والأمر المشترك هو تعاملهم مع الصخر نحتا ونقشا وبناء، وكانت لديهم القوة والمهارة للتعامل مع هذه الصخور الضخمة. ويلاحظ أن التشكيلات الصخرية في هذه المنطقة نوعان، أحدهما طبيعي والثاني من صنع الإنسان، وهو يتمثل في القبور المحفورة في الجبال. هذه إحدى وجهات مدائن صالح، وجهة قصر بنت تحمل مجموعة عناصر نحتية فنية إما أفقية أو عمودية، صاغها الفنان بشكل جميل، مزج من عدة حضارات، سواء الحضارة ما قيل بأنها الحضارة الآشورية عبارة عن الهرم المقلوب، أو الكورنيش المصري القديم يحمل الأسفل، ومن ثم الكورنيش الكلاسيكي الكورنيش المدرج. وقوم ثمود الذين أرسل إليهم نبي الله صالح عليه السلام كانوا يعبدون الأوثان، وهناك دلائل في مدائن صالح على طقوس ونقوش وثنية ربما توارثتها الأمم التي جاءت من بعدهم في هذه المنطقة، سواء من اللحيانيين أو الأنباط، فالفريقان كانا من الوثنيين وكانت لهم آلهة كثيرة.
ذكر القرآن أنهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون به جل جلاله، فجاء نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام بالمعجزة الكبرى بعد أن تحدث معهم أن اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ولكنهم لم يستجيبوا، فأرسل الله سبحانه وتعالى المعجزات تلو المعجزات علهم أن يؤوبوا ويعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، فجاء خبر القرآن في مسألة الناقة. كله شرك في الله، أولا يعترفون بالله عز وجل ويشركون به ويعبدون أصناما وطواغيت، وهذه سنة مضت على الناس جميعا، يعني ما من فترة زمنية إلا وظهرت فيها الطاغوتية، إما ملك متجبر زعم أنه إله، أو أنهم استضخموا شيئا كبيرا كشجرة أو جبل أو نهر فعبدوه من دون الله عز وجل. ما هو وصفهم؟ نفس وصف عاد. ثمود نفس وصف عاد، يحفرون في الجبال بيوت، يعيشون برخاء، باطشين، جبارين، كل الذي ذكر عن عاد الآن تكرر في ثمود، يعبدون نفس الآلهة وصنعوا لهم أصنام جديدة. فرجعوا عاد، لكن عاد جنوب شرق الجزيرة، مدائن صالح شمال غرب الجزيرة، هذا الفرق. إلهي إلهي. ولعل من أكثر نقاط الخلاف بين علماء الآثار وبين المأثورات المتداولة بشأن رموز قوم صالح في هذه المنطقة تلك الآثار المتعلقة بناقة صالح وما ينسب إليها من مواقع في هذه المدائن ومدى علاقة هذه الآثار والمواقع بالقصة الواردة في القرآن الكريم. القصة الموجودة في القرآن قصة محكمة بنيت عليها كثير من الأساطير، ولذلك عندما تذهب لكثير من البادية في تلك المنطقة يتحدثون عن كثير من القصص والفصيل والناقة وأين دخل الفصيل وأين خرج، وهذه كلها قصص ليست حقيقية. والأغرب في الأمر أن بعض الرحالة وصفوا أثرا في مدائن صالح بأنه محلب الناقة التي تحدث عنها القرآن الكريم. هناك ما يسمى بمحلب الناقة الموجود في الخريبة، وهذا المحلب هو عبارة عن إناء صخري مستدير في سلالم من الداخل للوصول إليه وتنظيفه، وهو عبارة عن مكان لتجميع المياه المقدسة التي لا بد أن تكون في المعبد. وبصرف النظر عن مدى علاقة هذا الإناء بناقة صالح، فإن خبر الناقة كما أورده القرآن الكريم كان معجزة من الله لتأييد صالح في مواجهة قومه الذين طالبوه بمعجزة تثبت أنه رسول من الله إليهم، فكانت معجزة الناقة. أمر صالح كل القرية أن تجتمع في يوم من الأيام عند هذه الصخرة التي أشاروا إليها، صخرة ضخمة عظيمة. الآن كل القرية رجالها نساءها أطفالها كلها خارجة تنظر، نتيجة هذا التحدي فجأة يحدث زلزال، تخرج الناقة بالوصف الذي طلبوه، حمراء ضخمة جدا، حامل جاهزة للولادة، بكل ما ذكروه موجود فيها، والناس تنظر متعجبة، قالوا سحرنا. فقالوا الناس لعله سحر، سحرنا صالح، فما آمنوا. ذا ثاني يوم ولا الناقة ما زالت موجودة وتتمشى بينهم يلمسونها، كيف سحر؟ ما هو سحر خلاص. وأمرهم أمر، قال لا تمسوها بسوء، إذا مسيتوها بسوء يأخذكم عذاب من الله عز وجل.
آمن بعض الناس. وهذه المعجزة وهي الناقة فريدة بين معجزات الأنبياء عليهم السلام، فلماذا كانت الناقة بالتحديد معجزة لصالح عليه السلام؟ قوم صالح أسعد الخلق بما يأخذون من هذه الناقة في كل يوم من لبن يملأ أوانيهم كما قال المؤرخون جميعها، فربنا آيات الله كلها فيها خير. ورد في بعض الروايات أنهم هم يعني قالوا إن أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة من وصفها كذا وكذا وكذا، فكانت تحدي، كانت تحديا منهم، فخرجت معجزة لنبي الله صالح، لأن ربنا عز وجل ما خلقنا إلا أن نعبده، فأراد أن يبين لهم أنه أنتم تنحتوا من الجبال بيوتا، أنا بدي أطلع لكم من الجبال ناقة. لذلك آية سيدنا صالح الناقة. هذا من عظمة القرآن الكريم وعظمة دعوة الرسل أنهم يخاطبون الناس بلغتهم، فالناقة بالنسبة للغة العرب كانت هي كل شيء في حياتهم، الناقة التنقل والناقة التي كانوا يفتخرون بها والناقة التي كانوا يكتبون عنها آلاف الأشعار والمعلقات، الناقة هي التنقل، الناقة هي الوصف، الناقة هي ربما الجمال، الناقة هي الصبر، تعلمهم كل شيء في حياتهم. ولكن رغم الاستجابة لطلبهم بإرسال معجزة ازداد عنادهم وتحولت كراهيتهم لصالح إلى الناقة، فبدأوا يكيدون للقضاء عليها وعلى صالح عليه السلام. فعلا اجتمعوا قالوا خلونا نبدأ بالناقة وبعدين نقتل صالح ومن معه من المؤمنين، واستدعوا مجموعة من الشباب، والشباب إذا صاروا فاسقين وفجر يعني هذه مصيبة على أي أمة، فجابوا 9 من الشباب وتقاسموا بالله يقتلوا الناقة ثم يقتلوا صالح. كسروا رجلها فسقطت فهجموا عليها فقتلوها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أشأم القوم عاقر الناقة. وعندما علم صالح عليه السلام بما حدث خرج غاضبا على قومه وأنذرهم بوعيد من الله قادم بعد 3 أيام. وصل صالح عليه السلام لما سمع الخبر جاء يجري، وإذ القرية كلها متجمعة على الناقة تقسم لحمها، وكان قد حذرهم من هذا، قال لكم 3 أيام مهلة أخيرة، تؤمنوا بالله عز وجل أو يدمركم الله سبحانه وتعالى. وبعد أن انقضت المهلة وفي فجر اليوم الرابع وقعت صيحة جبارة أهلكت قوم ثمود كلهم إلا من آمن مع صالح عليه السلام. فما هي هذه الصيحة؟ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، والطاغية اللي هي الركفة، وابتلعتهم الأرض عم فدروا ربنا على كده في سورة الشمس، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، يعني صارت الأرض مستوية وهم تحتها، ابتلعتهم الأرض، تمتعوا في داركم 3 أيام. الصيحة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة القمر، وذكر في سورة الأعراف وغيرها الرجفة التي أصابتهم 3 أيام، ثم جاءت الرجفة وهي الهزة الأرضية التي أحسوا بها وكانت عقاب من الله، ثم الصيحة الصوت العظيم الذي جاءهم فحصل لهم الرعب بين هزة أرضية وبين صوت جاءهم من السماء، فهزة أرضية هذا عقاب أرضي، وصيحة سماوية جاءتهم فكانوا كهشيم المحتضر، تحرقوا وأصبحوا مثل الخشب اليابس الذي ذكره القرآن.
أما المؤمنون من قوم صالح فكانوا قد غادروا المكان مع نبيهم ونجوا، ولكن إلى أين كانت هجرتهم؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء التالي. الله الله.